réseau de se passer avec les entreprises, les projets collaboratifs. Quand ils ne sont pas encore lavés une première fois, il y a toujours un problème de péage. Je ne sais pas si dans la procédure de test... اليوم تبقى التوجيهات الملكية السامية من أجل الدخول إلى عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة، ولكن أيضا في التوجيهات الملكية السامية كاين شرط مهم على الاستدامة والاستعمال العقلاني للمياه. صناعة النشيج كما تعلمون هي صناعة رائدة بالنسبة لبلادنا، كتواجه عدد ديال التحديات وكتستهلك عدد كبير من المياه. هذا المختبر اللي هو مختبر تقني للنسيج والألبسة بدا وابتكر وخرج مسالك في المختبر ديالو اللي هي كتحترم البيئة، اللي هي كتعاود تدوير علاج أولا المياه وإعادة تدوير المياه. هذا المسلك وهذا المختبر في خدمة الصانعين، تم اليوم توقيع على اتفاقية إطار واتفاقية مع 6 صانعين اللي غيستعملوا هذه التقنيات وهالابتكار الجديد من أجل أولا الابتكار والجودة في الإنتاج، وثانيا الاستدامة بالأخص استدامة في تدبير المياه طبقا للتوجيهات الملكية السامية. هذه الاتفاقية انتم تعرفوا في هذا الوقت اللي عندنا مشكل في المياه ومشكل في ندرة المياه بعد 6 سنوات من الجفاف، احنا ارتأينا في صناعة النسيج والألبسة اللي تستهلك مياه كثيرة وخاصة فيما يتعلق بصباغة الأتواب، باش نديروا شي تقنية اللي يمكن لها تحافظ على هذه المادة. وحنا في هذا المركز التقني لصناعة النسيج والألبسة اللي هو تابع للجمعية ديالنا وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، طورنا واحد لاتوليي باش يمكننا بروتوتيب باش يمكننا نستغلوا المياه بعقلنا، وباش يمكننا نطوروا الاستغلال الصناعه ديالنا عبر استعمال قليل من المياه تماشيا مع رؤيه صاحب الجلاله في الحفاظ على هذه الماده النادره.